إذن في الولايات المتحدة يحتدم السباق في الانتخابات الرئاسية التي تنطلق بعد 16 يوماً. اليوم تحتفل المرشحة الديمقراطية كاميلا هاريس بإتمامها 60 عاماً، احتفال ليس كأي احتفال بيوم ميلاد سابق، ولذلك سخرت أولى ساعاتها في عامها الجديد بمهاجمة منافسها الجمهوري دونالد ترامب. هاجمت سنه، هاجمت صحته تحديداً، وتحدثت في تجمع في أتلانتا عن خطورة عودته للبيت الأبيض. أعتقد أن دونالد ترامب رجل غير جاد وأن عواقب عودته إلى البيت الأبيض خطيرة للغاية. فكر في الأمر، سيهدد هذا الرجل التأمين الصحي ل 45 مليون أمريكي. دعونا نكون واضحين للغاية، أي شخص يقترح إنهاء دستور الولايات المتحدة لا ينبغي له أبداً أن يقف خلف ختم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى. منافس هاريس الجمهوري دونالد ترامب أجرى مقابلة خاصة مع مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية البلبيسي، أول مقابلة مع وسيلة إعلام عربية تحدث فيها عن الحرب في غزة ولبنان، مؤكدا خلالها أنه لم تكن لتندلع لو كان هو الرئيس الحالي للولايات المتحدة. You know, it's so sad to think that if I were president, that war would have never started. You wouldn't have all those dead people, all those, you know, just demolished cities and areas. You wouldn't have had October 7th. That's the most important. You wouldn't have had that. And all of the destruction and the hatred and everything else that followed October 7th. كما أكد ترامب خلال مقابلته الخاصة مع العربية أن العلاقات السعودية الأمريكية كانت رائعة خلال فترة رئاسته، وأشار في مقابلة مع مديرة مكتب العربية بواشنطن نادية البلبيسي إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قام بإنجازات كبيرة. I think it's fine right now. When I was president, it was great with capital letters GREAT, great, and so much respect for the king, so much respect for Mohammed, who's doing so great. I mean, he's really a visionary. He's done things that nobody else would have even thought about. He's really doing something. He's a great guy. And he's respected all over the world.